مدرسة الشهيد ثامر حيدر الإعدادية اللي قدرت من خلال مشروعها وببساطة العيلة أكبر بكتير إنها تتخطى حدود البيت. تسعة صباحك وأهلا وسهلا فيكي، كل سنة وأنتي سالمة. أنتي سالمة يا رب، تنعاد عليكم بالخير وعلى أمهات سوريا وعلى جميع المعلمين على مساحة الوطن. يسعد صباحك عن جديد. يعني ست بوفينا، أنتي أم ومعلمة مربية أجيال، وأيضا يعني كان لأبناء الشهداء معك فرصة كبيرة، يعني جامعة العطاء من أبوابه. خلينا نقول قديه بيحمل عليك هيك مسؤولية كبيرة حتى فعلا أنك تكوني أم ومربية أجيال. الأمومة لا تتجزأ، فكل مربي فاضل هي بالنهاية أم، ودائما الدور الأمومي بيكبر. التربية هي أخلاق قبل ما أنها تكون تعليم، فدائما نحن نسعى لتربية جيل قادر على الوقوف مستقبلا والنهوض بالحياة إن كان بالمنزل أو بالمدرسة. نعم أكيد. أنسة بوسينة، خلينا نحكي اليوم عن المشروع اللي قلنا عنه بالمقدمة اللي ضم أكثر من 24 معلم ومعلمة. نحكي عن هذا المشروع والدورات اللي قمتوا فيها. نحن بالبداية أنا من أول تجربة تعليمية بقيم دورات مجانية، 23 دورة مجانية لحد الآن خلال 13 سنة التعليم. كان من ضمن لقائي مع مؤسسة الشهيد فرع السويداء. أنا بشتغل معهم عمل تطوعي وزرتهم بالمكان أكثر من مرة. قرأت على صفحة الفيس عن الدورة، فكنت أول شخص بادر لهذا الشيء. كان ضمن مجموعتي أبناء شهداء وذوي شهداء شهداء أم الزيتون مجادل. ما اكتفيت بالدورة، تابعت معهم سنة دراسية كاملة، نجح عندي 7 من أصل 8. حلو. وعندي طالب السنة رجعت جدد أنا وياه، بلكن حقق هيك نتيجة. طب شو قدرتوا تحققوا من خلال هالمشروع؟ يعني نحن بنعرف انه ابناء الشهداء هو امانه باعناق الكل مثل ما بنقول، شو قدرتوا تقدموا لهم؟ شلون كانت النتائج؟ هل مثل ما انتم بدكم اياها؟ شو الاهداف الثانيه اللي انتم حاطينها ببالكم؟ دائما مهما قدمنا قدام ابن الشهيد فنحن بحاله ضعف، اللي قدم دمه هو الاكبر. التواصل معهم شو ما نقدم فهو يعني حاله انسانيه. المشروع أدى نجاح، أما كان كمان بحاجة بعد لدعم أكثر، إن كان من الكوادر التعليمية، إن كان المجتمع المحلي، إن كان وزارة التربية، لأنه ما فيك تجيب ابن الشهيد من بلده على مركز المدينة لمنك تقدمي هاي الدورة. يعني ياريت كان في كادر كبير يقدر يوصل لعنده عبيته، يعني هي أقل شيء كان ممكن نحن أن نقدمه. أكيد. يعني كمان خلينا نحكي شوي، اليوم يمكن الجيل اللي تربى وعاش خلال هاي 7 سنين كان جيل تعرض يمكن لكثير من آثار الحرب اللي مرت على سوريا. كمعلمين لهالأجيال كان عليكم دور كبير، خلينا نحكي كيف اشتغلتوا مع الطلاب خلال هاي المرحلة اللي كانت صعبة. مثل ما تفضلتي نحن بحرب كونية على سوريا، ودائما سيادة الرئيس كان يأكد أنه المعلم هو الخط الثاني بعد الجيش العربي السوري اللي نوجه له كمان تحية اليوم. فكان دورنا كبير لبناء هذا الجيل والوقوف بوجه هاي الهجمة الإرهابية الثقافية اللي عم تغزي لهالجيل. فنحن من خلال عملنا بمدرستي شخصيا وكادري اللي بوجه له التحية هو الداعم الأكبر، كنا دائما نسعى لزرع العمل التطوعي فيهم، إن كان من خلال مبادرات زيارة مقرات الجيش، زيارة مصابين الحرب، مبادرة كتابي إليك هي إن شجعوا على الدراسة على الثقافة على حب الكتاب اللي نحن صرنا نفقد هاي القيمة، زرع الأخلاق فيه. أنا كلنا منقول من حب الوطن، بس الأهم مين بده يزرع بهذا الوطن عمل. في حملات تشجير كمان كانت هم فيها الطلاب. دائما أنا عندي الوطن أخلاق، الوطن عمل. يوم بدنا نعبر عن حبنا له لازم نشتغل نحن وطلابنا، يكون في عطاء يمكن أكثر. طب خلينا نحكي شوي، يعني حضرتك أم ومعلمة وأيضا عندك مشاريع تطوعية، ونحن كتير شفنا نماذج من أمهات سوريات كانوا فاعلات جدا بالمجتمع خلال الأزمة اللي مرت على سوريا. شو الصعوبات اللي واجهتك يعني كأم ومربية أجيال ومتطوعة؟ شو الدافع؟ شو فكرتي لما قلت أنا بدي أتطوع؟ شو فكرتي لما قلت أنا زيادة على وقتي بدي يعني أقدم شيء لأبناء الشهداء؟ أنا هيك بعبر عن حبي لوطني. ممكن أسرتي تحملت عبء أنه أتركها وقت طويل، ممكن العبء المادي، عبء التنقل.
العمل المضاعف حتى كادري يعني مشكور دائما. يعني احنا كده نشتغل احيانا لساعات المساء وايام العطل لنأدي هاي العمل. في صعوبات اكيد اي عمل راح يكون في مجال للصعوبات، اما هذا الكادر انا دائما سميته شركاء العمل الانجح، كان له الدور الكبير بتعزيز اي عمل ان كان ماديا وان كان زمنيا على مدار العمل. نعم. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء يمكن عن التحضيرات وعن كيف بتتعاملي كمدرسة وكأم مع الطلاب. كنتي عم تقولي يمكن الواحد أوقات بيقصى شوي على ابنه، بس مع أولاده بالمدرسة بيكون مختلف شوي. خلينا نحكي عن هي العلاقة اليوم، قدي صار يمكن هن بيقعدوا نص النهار يوميا معكم بالمدرسة، بيشوفوكم وقت أطول أكيد، وأنتم بتكونوا المحفز لهم تخلوهم يرجعوا على بيوتهم، في عندهم طاقة، في عندهم أمل، في عندهم علم يحاربوا في أي أفكار تانية سوداء. خلينا نحكي كيف قدرتي تتعاملي مع هالولاد نفس الوقت تبعدي شوي عن جانب القساوي اللي ممكن الأم تقسى فيه على ابنها. أي أكيد دائما من أول ما بدأت بعملي بدأت كأم، الحب زراع حب بتلاقي حب، بتواجد بين طلابي بباحة المدرسة دائما. يعني ما أنا من الناس اللي بتحب تقعد وراء المكتب، دائما بدخل لحياتهم لمشاكلهم، حتى هني بيشاركوني همومي. عندي بالمدرسة فعالية اسمها صندوق الأمنيات وشجرة السلام. صندوق الأمنيات بيسبق شجرة السلام بشهر، بنحط بالمدرسة وهني بحطوا أمنياتهم، وأنا صادقة معهم أنه بقول لهم من الأساس راح حقق اللي بقدر أني حققه، مستحيل أكذب عليهم لأنه إذا كذبت عليهم خسرت ثقتهم، بيت سرهم بنفس الوقت. بعد ما نفرز هاي الأمنيات فعلا ساهم انه يحقق الشيء اللي بيقدر عليه، بس تدخلي للطفل السعادة اكيد راح يعطيك السعادة. نعم. كون مثال حقيقي معطاء قدامه راح يكون هو أنا قدوته مرايته، فلازم يكون بشكل الصحيح لمن هو يكون صورة عني على الأقل. هلا خلينا نحكي الحلقات اللي بتعلميها هي شو؟ إعدادي. الإعدادي يعني هذا العمر الصعب اللي هو هلأ بده يبلش يشق حياته. صحيح. فكتير بده يمكن استيعاب، بده طولة بال، وبده فعلا حدا يحس فيه. التعامل مع أبناء الشهداء وخاصة مثل ما كنا عم نحكي عن قيم الشهادة والعطاء، هذا الجيل من أبناء الشهداء اللي هو بسوريا اليوم، أنت كأم شو هيك عاطفتك تجاهه؟ شو بتقلي له دائما؟ شو بتقلي له بكل مناسبة؟ إن كانت مناسبة بتذكره بوالده، بتذكره بالتضحية، بتذكره بالوطن. أول شيء اللي بيميز ابن الشهيد إنه هو ابن عز، لأنه هو مربى على قيم. وعلى أي شهيد هو طالع من بيت مبني على أخلاق، على الكرامة، على عزة النفس، وابنه بنفس هاي. بس هو بحاجة لعاطفتنا، لاهتمامنا، نحسس إنه هذا الدم نحن مقدرينه. أنا بتمنى دائماً أن يكون متواجد معهم وهندي يتواجدوا معي، لنحن نأخذ منهم دروس إن كان بالعطاء إن كان بالمحبة، وشو ما قدمنا قدامهم نحن بالحجم الأصغر يعني دائماً قدام عطائهم. ابن الشهيد في موقف ما بتنسيه هيك صار معك مع حدا من الأطفال أو اللي عم تعلميهم، وخاصة من أبناء الشهداء، إذا في عندك موقف هيك انحفر بذاكرتك مستحيل تنسيه يعني أثر فيكي؟ حقيقة صار معي موقف مع طفل بدار الرعاية. هالموقف راح أنقله مشان جميع الجمعيات التطوعية اللي بتشتغل يعني تستفيد منه. قدمت عندهم أنا فعالية لعبتي إليك. لعبتي إليك كانت بالمشاركة مع شباب بسمة سوريا ومركز الأستاذ كميل خويص اللي بوجه لهم كمان تحية. فنحن دخلنا على المدارس قلنا له شو عندك لعبة حلوة بتحب تهديها لطفل تفرح قلبه فيه؟ ففيك تجيب لنا اياها. يعني احنا علمناه العطاء انك تعطي شيء بتحبه، هاي شغله كثير كبيره. فكان في كم هائل توزعوا على بيت بدار الرعاية معسكر الوافدين، اخواننا الوافدين بالمحافظه، و13 طفل من امراض السرطان. في طفل من الاطفال كان امنيته انه مش تتصوروا معنا وتزقفوا وما عاد نشوفكم، رجعوا لعنا لان احنا بنحب نشوفكم على طول. قد ايه في صدق بهالامنيه فعلا. هي دائما بتاثر فيي انه بحب ارجع ازورهم مشان ما يحسوا ان احنا نسيناهم. اكيد يعني نحن اليوم هيك معك عم نحكي عن قيم كثير مهمه وكثير بنشهدها بسوريا بكل المحافظات. اكيد اليوم عم نضوي عليها بمحافظه السويداء، وهي قيمه المعلم وقيمه الام. هي القيمه المهمه اللي اليوم اكيد بدنا نعايد دائما. زينب بكل حلقتنا بدنا نرجع نعايد كل ام شهيد اكيد وكل معلمه اكيد.